تعال نشوفها بقى. هنا السؤال بتاعنا بيقول اللي هو كان تمرين واحد صفحة 14. هناخده جيم. طبعا هنا بيقول لي ضع العلامة، أضع الإشارة، سيب بقى كل اللي معاك وخليك معايا لأن إحنا كتبناه وبعتناه على الجروب. طبعا أضع الإشارة اللي هي أكبر ولا أصغر ولا يسير. جيم عندي اللي هي الكاس التقعيدي لواحد على 64 وهنا 24 مليون. أربعة من عشرة وأربعة تقسيم تسعة. ها الجزء التربيعي واحد تسعة على 16 وهنا واحد سبعة وسبعين. طبعا يا شباب احنا عندنا زي ما احنا قلنا اول حاجه عشان اقارن ما بين الاعداد او ان انا اعرف مين الكبير ومين الصغير لازم الاثنين من نفس الشكل. يعني ايه نفس الشكل؟ نفس الشكل يعني انه عشري وعشري او اعتيادي واعتيادي او صحيح وصحيح. طيب هنا قلنا نشوف كده ده جزء وده عشري، يبقى انا مطالب مني ان انا احول ده لعشري. فالاول هجيب قيمه الجزء بكام؟ هيبقى كاس هكتب قيمه العشري. انا ما بعرفش الخطوات الا لما اشتغل فيها، يعني اشتغل فيها ودي الخطوه بتقول لك انت هتعمل ايه الخطوه دي. ده خلاص جاهز 24 مليون. هنا الجزء التكعيبي زي ما احنا قلنا قبل كده او الترجيل يتوزع على البسط ويتوزع على المقربي او الخطوه. فيبقى جزء تكعيبي لواحد وجزء تكعيبي ل 64. الجزء التكعيبي لواحد بكام؟ واحد. الجزء التكعيبي لأربعة وستين بكام؟ أحول ده لعشرة بالقسمة المطولة أو بالضرب زي ما أنت عايز. بعد نتعود كده أهي أنا هسيب قسمة مطولة، هنعمل الأربعة اللي هنا نعمل مضاعفة 4 8 12 16 20 أدي 1 2 3 4 5 6. بالضبط انا ممكن اخلي المقام 10 او 100 او 1000. فايه الرقم اللي تحت اللي يخليني مثلا ده 10؟ مفيش. ممكن 100 لو اضرب 25 تحت 25 فوق. اخلص لك الله اقول لك عشان بس ما تشوف. تمام؟ بعد كده عايز يسال ينفع ايه بشوف. فهنا 1 تقسيم 4 ما ينفعش، احط صفر وفاصل. 10 مفيش 10 هنا، انا شايف اللي اصغر 8. واحط فوق 2. 10 ناقص 8 كام؟ 20. اروح حاطط صفر 20 ادور على 20 ادي 20 وادي 5 اطرى بقى رقم كام؟ 25 مللي. يبقى 25 مللي والتاني هنا كام؟ 24 مللي. صح؟ صح. مين الاكبر؟ احنا قلنا في العشري المقارنه طبعا ممكن بالظاهر تبان لكن احنا معلش بنقارن عن طريق ترتيب الايه؟ الارقام. اليسار اللي مين؟ صفر صفر زيه، شوف اللي بعده. 10 10 زيه، شوف اللي بعده. 2 2 زيه، اللي بعده. 4 5 يبقى 5 الاكبر. يبقى انت اول ما تلاقي الرقم العشري في الترتيب واحد اكبر من الثاني ما تبصش اللي بعد كده خالص. تمام؟ ماشي كده مفهومه؟ تعالوا نشوف ايه. هنا دي كسر 10 دولي او كسر 10، ما احنا قلنا العشري ها والدولي هما كسر يعتبر هما الاثنين ايه؟ 10. هنا ده كسر اعتيادي فهحاول احول ده لده باسم مطول. الاسم المطوله هنعمل ادي 4 وهنا كام؟ 9. اعمل ال 9 ادي 9 18 27 36 45 54 6 ادي 1 2 3 4 5 6 4 تقسيم 9 اقل ما ينفعش ماشي يا محمود؟ احط صفر وفاصل عشان مش عايز كلام عشان انا بعيد الكلام تاني.
ماشي عشان ده واحد 40 هدور على 40 مفيش اشوف الاقل 36 فوق 4 40 مع 36 4 نفس الكلام 4 تقسيم 9 ما يصحش هحط 0 هيبقى 36 وهنا كام؟ 4 هنضرب 4 ما دام ظهرت الثالثة خلاص يبقى دي عبارة عن ايه؟ 4 من 10 ايه؟ دولة لأن الأربعة هي اللي بتكرر ماشي؟ يبقى الاثنين هنا مالهم؟ شوف اللي بعد كده هنا ها احنا عندنا رقم ده جذر مركب تحت جذر احنا قلنا عشان اجيب الجذر التربيعي ان عدد مركب بعمل ايه؟ برفع الكسر الاول وبعد كده اجيب الجذر للبسط وجذر للايه؟ للمقام ما تنفعش انت عشان الكسر اللي جاي ارفع يبقى هنا هنرفع الكسر هيبقى ديت ده وزي الكسر هنا 16 16 بواحد زي 9 طيب هنا دي هجيب الجذر اللي فوق والجذر اللي تحت جذر 25 كام؟ جذر 16 كام؟ 4 وراح احول دي ل 10 هنعملها اسمها مطوله 5 وهنا 4 يبقى 4 8 12 16 20 1 2 3 4 5 5 تقسيم 4 5 ما هي مش موجود الاقي ايه الاصغر منها ده 4 ادي 4 وهنا 1 ما حدش يقول لي احط صفر ليه؟ لان 5 اكبر من 4 5 ناقص 4 كام؟ احط هنا 6 ال 10 موجوده هنا؟ لا اشوف الاقل 8 ادي 8 وهنا فاصل ادي ماشي طبعا لو حطينا 6 لازم فاصل وهنا ايه؟ 8 وهنا 10 ناقص 8 2 تقسيم 4 ما يصحش هنحط 0 20 تقسيم 4 هي 20 ادي 20 ولا 20 يبقى هنا ناقص 50 يبقى هنا 1 25% يبقى ده 1 25% وده 1 77 اقارب يلا بينا من اليسار لليمين 1 1 زي شوف اللي بعده فاصل فاصل زي شوف اللي بعده 7 2 خلاص يبقى ده اكبر احسن الضرب لان الضرب ببعض الارقام وارقام تانية ما تعرفهاش. يعني الضرب ايه؟ لو المقام 2 او 4 او في 20 او 25 جدا مش هتعرف او 8 فاهمني؟ لكن الاسم ده راح رايح دماغك كله عشان طيب عشان كده انا ما ركزتش على الايه؟ على الضرب دلوقتي. ايوه يا الضرب ايوه شفت؟ بخليها معلش خلص الزوم لان انا في حاجات يا شباب دي احتياط يعني انت مش فاهم دي تاخد الثانيه ما دام فاهمها خلاص الثانيه هقولها لك انا الوقت لوحده عشان ما تضربش معاك ماشي؟ هيجي لك الترتيب شباب عشان مسجل انا هاخد دلوقتي الترتيب انت عايز تسال في ديت؟ لا اهم حاجه اللي انت على السبوره فاهمه اما اللي انت عايز تفهمه لما نخلص الدرس قول انا مش فاهم كذا الترتيب بقى يا شباب هو ده الضربه القاضيه ليه؟ لان الترتيب معتمد على فهمك الصح لان انت ما بتقارنش بينك وبين الرقمين انت بتقارن ما بين اربع او خمس ارقام تعالوا نشوف مع بعض كده هناخد نشاط في الترتيب اللي هو نشاط ايه؟ احنا عايزين ترتيب اللي هي نشاط اربعه. نشاط محمد ده اللي هو عايزه. نشاط اربعه. نشاط اربعه صفحه 13 صفحه 13 صفحه اربعه نشاط اربعه رقم صفحه 13 سامعيني يا شباب؟
طيب نشوف السؤال. يبقى هنا ارتب تصاعديا. تصاعديا يعني ايه يا شباب؟ يعني من الصغير للكبير. تصاعديا يعني من الصغير لليه؟ هنكتب الارقام. 1 75 من جنيه. اكتبها ازاي؟ كبيره. سالب الجذر التكعيبي 27 على 8. جذر تكعيبي 1 5 على 4. ماشي يا محمد؟ تعال شوف. اولا عشان ارتب لازم يكون كله متجانس، يعني كامل. لازم يبقى كله متجانس، يعني من نفس النوع، واحنا قلنا النوع اللي احسن حاجه اللي يجيب الحل ببساطه العشر. فانا هنا ده 10، خلاص ده خلاص. تعالى ده بقى، ناخده بره في التجهيزات، نعمل كده حفله تجهيزات بره. اي حاجه تعملها زي المطبخ كده بتاع المطاعم. بتجهز فيه الحاجه وتحط الحاجه موجوده. هناخده ده ونجهزه بره، واحده واحده بمزاج احنا اتدربنا عليه. يلا تمام. الجذر التكعيبي ودي سالب 27 تقسيم 8 كنا بنعملها ازاي تمام؟ علي صوتك. لا مش مذاكر حاجه هتقع بعد كده مش هتفهم. خالد ركز. ايوه بنوزع الجذر التكعيبي اللي فوق واللي تحت معايا تمام؟ يبقى انا ازاي؟ ادي الجذر التكعيبي، اجيبه اللي فوق واجيبه اللي تحت. الجذر التكعيبي ادي ازاي؟ الجذر التكعيبي 27 كام؟ محمد؟ لا محمد ولا محمد الجذر التكعيبي 27 كام؟ 3. الجذر التكعيبي 8؟ 2. بس. هنا بقى اجيبها 10. سالب 3 على 2، واحد يقول لي اساس 3 على 2 ما هي معروفه 1.5. لا بس انا مش عارف اعمل ايه اسمه طالع. ماشي؟ طيب. والسنة حط في الآخر. أدي 3 وأدي 2. هنعمل 2 4 6 8 10 1 2 3 4 6. الثلاثة مش موجودة خد الأصغر في الاثنين. وحط 1. لسه ما حطش أصغر. لأن الثلاثة أكبر من الاثنين. 3 ناقصين كام؟ 1. يلا اسمعك. يلا الواحد هنعمل إيه؟ ايوه 10 فاصل 2 ما تنساش 10 فين؟ ادي 10 وهنا خلاص خلاص يبقى طلعت 1.5 يبقى سالب 1.5 يبقى الاولاني جاهز 1.75 الثاني بقى سالب 1.5 الثالث لسه هصور في الاخر انا ما خلصتش انت مو حامل لا لا هصور ها دي فاصل فاصل ما انا عامل فاصل ازاي؟ اهي فاصل اهي عامل بس ازاي فاصل اهو خلاص؟ طيب نيجي لديت التجهيزات هنعملها اللي هي جذر التربيعي 1.5 على 4 قلنا دي اول حاجه بنرفع الكسر يلا كده يا محمد ايوه هنزل 4 الاول نضرب بعد كده زائد ها 9 هنجيب جذر اللي فوق وجذر اللي تحت اللي هو جذر البسط وجذر المقام يلا يا محمد جذر التسعه بكام؟ ماشي وجذر الاربعه بكام؟ 2 ده احنا بص ربنا بيحبنا 3 على 2 احنا جايبينها قبل كده اهي 1 وايه؟ 1.5 بس ما عملناش بس واحد من باب واحد تعال بقى واحده واحده. هنا المساله فتح بس اعرف حاجه. الاعداد السالبه بتبقى اصغر من الاعداد المتبقيه نمره واحد. لان احنا عندنا الترتيب سالب صفر موجب. العدد السالب كل ما كبر كل ما قيمته بتظهر ليه؟ ما هو السالب خساره. ماشي يا محمد؟ كل ما الخساره زادت انت ما بقاش معاك فلوس صح؟ الفلوس اللي معاك فين؟ بعرف كده السالب كل ما كبر كل ما قيمته ايه؟ بالنسبه لك انت تظهر معايا؟ طيب
انا دلوقتي عايز التصاعدي، يعني عايز اصغر واحد. الاول الاصغر هيبقى ايه؟ السالب. وانا مغمض خلاص، لان انا قلت لك السوالب هي اصغر من الموجب. يبقى لو في عدد سالب وعدد موجب يبقى خلاص الاصغر هو السالب. ماشي يا محمود؟ يبقى هنا الترتيب مين رقم واحد؟ سالب واحد ونص. نيجي المقارنه بين ده وده، سهله بقى. انا عايز مين؟ ها؟ الاكبر من ده، ده ولا ده؟ عشان انا عايز الصغير، يعني هاخد الصغير الاول. ها يلا وائل. ادي واحد ونص. ادي واحد، ما انا هقارن. واحد واحد. فاصل فاصل. خمسه سبعه، يبقى ده الصغير. يبقى ده هاخده رقم اثنين. يبقى ده رقم كام؟ بس. يبقى احنا عندنا الترتيب يا شباب معتمد على احنا خدناه. بس ليه اسلوب مختلف ان انت بتبقى مقارنه ما بين اكتر من عددين؟ معايا؟ الترتيب يبقى مقارنه اكتر من عددين، بيبقى ثلاثه او اربعه او خمسه كمان. أنا شفتها في الفيديو الثانية قوي، حسيتها صعبة، أنت عارف الشهر طبعا هي يا شباب طبعا ده يبين لك نعمة ها الحضور الحس ده نعمته، ان انت ممكن الدرس انت بالنسبة لك صعب جدا وانت في البيت بتلاقينا فهمه سهل او فهمه. تعال نشوف هنا. ايوه يا مروان. اه السالب على طول بيبقى هو اصغر حاجه، فاحنا التصاعدي معناه انت بتكبر، بتاخد من اصغر للاكبر للاكبر، فاصغر حاجه هو السالب. تمام؟ ولو عددين سالب زي ما هنشوف في التمرين اللي جاي بنشوف الايه؟ الاصغر اللي فيهم ايه؟ وهنشوف في التمرين الجاي. التمرين الجاي ترتيب تنازلي، تنازلي يعني من الكبير للصغير. هذا اساسا صعب. ده صعب. المهم هي الفكره واحده، ان انت تعرف مين الكبير ومين الصغير. مسألة عشان الدرس والتشغيلات، لازم التجهيزات عشان اعرف انت جايبها ازاي. تبقى فاهم. هنشوف تمرين يا شباب رقم 2 صفحه 14. 2 نبدأ نرتب تنازلي. واحد سالب اثنين وربع، ستة ثلاثة على اثنين. طبعا الحاجة اللي احنا خدناها اللي هي ثلاثة على اثنين خلاص نحلها على طول بدل ما نعملها اسمها ضرب. سالب واحد وخمسة وستين. ركز بس معايا واحدة طبعا هنا بنشوف الأرقام اللي عايز تتجهز للجاهزة والأرقام اللي جاهزة خلاص. فده كده رقم صحيح خلاص جاهز. طب انت عايز تكتبه بسرعه عشان يكتبه ازاي؟ واحد فاصل سته. لو عايز تكتبه بسرعه عشان تقارن ده عايز يتجهز اجهز سالب 2 وربع. يبقى نعمل هنا التجهيزات. منطق هنا يلا سالب 2 وربع. يلا محمود يلا محمود بنعمل ايه يا محمود؟ خمسة اسمها تنفع. انا عايز اجهزه اعمله ازاي؟ اول حاجه ارفع الكاس عشان اخليه بص لبابا. يلا ارفع الكاس. هنا ضرب وهنا ايه؟ سائل. ماشي؟ يلا علي صوتك وكتبولي. ادي ناقص ودي مربعه تحت. يلا.
لا 4 ضرب 2 8 زائد 1 9 ماشي؟ لو الناس تسيب مرة دي 9 تقسيم 4 هنعملها اسم طابع. يلا محمد أربعة ثمانية اثناش ستاش عشرين أربعش ماشي. لو احتمنا لو احتمنا نزود ماشي. يلا التسعة موجودة هنا لا أشوف الأصغر الثمانية وهنا كام؟ تسعة ناقص ثمانية ماشي. ها كم بقى؟ عايز نروح على الصفر وهنا ايه؟ ال 10 موجوده هنا؟ هاخد الازهر 8 يلا اطلع 10 ناقص 8 حط ايه؟ ماشي 20 فين ال 20؟ 20 ادي ال 20 خلاص كده يبقى طلع 225 100 سالب 225 تمام هنا سالب 225 الصفر خلاص مش جاهز 3 على 2 كنا قايلينها كام؟ 1.5 1 وايه؟ ونص ده 1.5 صح كامل؟ وديت سالب 1.75 هنا يا شباب المقارنه بقى انا عايز تصاعدي ولا تنازلي؟ تنازلي يعني انا عايز الكبير للصغير فأول حاجة أروح مدور على أكبر رقم. لا سمعت. عشان أسهل على نفسي. أكبر رقم يعني إيه؟ ارمي السالب على جنب. ما تبصلهمش. يبقى السالب ده والسالب ده مش هبص له. أنا هقارن ما بين ده وده وده. الواحد والصفر والواحد ونص. مين الأكبر؟ بين واحد ونص. أدي واحد. فاكر إيه؟ اللي بعده واحد ونص إيه؟ الواحد. الواحد. الصفر اللي بعد اللي هو الصفر هنا بقى ابتدي اشوف السالب مين الكبير؟ الكبير هو الصغير يعني كل ما كبر العدد السالب يا محمد جاسم لا انا سالب كل ما كبر العدد السالب صفر فانا عايز الصغير يبقى اخد رقم السالب الكبير تمام؟ يعني ايوه ده هو ده اصغر واحد محمد جاسم انا عندي رقمين اهو مين الكبير اللي فيهم؟ لا قارن لا ما هو ماشي الكبير ماشي صح برافو عليك انا كنت عايز اعرف الكبير اللي هو كده واقول لك ده الصغير يبقى محمد صح جابها على طول مين الكبير اللي معنى مش عايز كلام معنى ان انا اقارن ما بينهم زي ما قال كده محمد ادي الواحد والاثنين ده الاكبر من الصغير يبقى ده الكبير، أنا عايز مين الصغير ولا الكبير؟ الكبير عايز الكبير، يبقى الكبير ده رقم 4 بعد كده ده رقم كام؟ 5 يبقى هنا يا شباب لما قارنا وعملنا ترتيب استخدمنا برضو الخواص أو العدد النسبي في رقم حولناه ل 10 في رقم مركب وحولناه لكسر وحولناه ل 10 صح؟ والمسألة في الترتيب جذور فكده انت مهارات الدرس عندك مالها؟ فانت ما عدا سؤال هناخده دلوقتي صور السبوره ونشوف السؤال الاخير في الدرس ده عباره عن برضه مستخدم ان انت تقارن ما بينهم ان انت ايه؟ يبقى عندك مهارات التحليل تعال نشوف السؤال اللي جاي ايه ونحل كده خلصنا الدرس اللي هو رقم 3 صفحة 14 تمام يجي اكتب
عدد الاثنين محصور بين اثنين على ثلاث وثلاثة على أربعة. ركز معايا يا شباب، عشان اجيب رقم محصور بينهم برضه زي المقدمة لازم الاثنين يكونوا من نفس الشكل عشان اعرف. طب بنفس الشكل، ما هو نفس الشكل يا استاذ، كسر وكسر. قال لك لا، ما دام كسر وكسر يا محمد يبقى لازم المقام واحد، يبقى انا ما اقدرش اقارن في الاصول العدياتية لما لازم يكون الشرط المقام ايه؟ نفسه واحد. ماشي يا محمد ما تزعلش، لكن العشر سهل خلاص؟ يبقى هنا شرط ان انا اخلي مقام واحد. كنا بنعمل ايه عشان يبقى المقام واحد يا عمر؟ ايه الطريقه؟ ها؟ مروان اللي هي بنقول عليه ايه؟ هات وخد، هات وخد، تمام؟ افتكرت؟ يبقى هنا مقام اربعه يبقى اضرب هنا في اربعه، مقام في ثلاثه يبقى هنا ده ياخد ده وده ياخد ده. هنا ساعتها يبقى المقام واحد، نفذ يا عم. يلا يا سيدي. هتضرب هنا في كام؟ لا هنا المقام كده أربعة يبقى الثلاثة دي، أهي بص دي ثلاثة صح؟ أضرب في المقام ده. يبقى أضرب في كام؟ في أربعة. يبقى هاد وخد، ده بياخد ده وده ياخد ده. ده الثلاثة تروح هنا ولا أربعة؟ يبقى أضرب هنا في كام؟ وتحت في كام؟ ماشي. هنا هضرب في كام؟ ايوه هات كده. خلاص؟ محمد ادريس يلا اضرب 4 ضرب 2 4 ضرب 2 6 4 ضرب 3 12 بس كده. يلا محمد جاسم 3 ضرب 3 4 ضرب 3 بس. هنا انا عايز بقى رقم ما بينهم هما الاثنين كده، وضحت صح؟ لا يا استاذ ما وضحتش. دي 8 على 12 ودي 9 على 12، ده ورا بعض على طول، اجيب ازاي رقم ما بينهم؟ احولهم ل 10. احولهم ل 10. طب في طريقه ثانيه؟ اصل تحول ل 10 دي بصعوبه. في رقم طلع تاني يا شباب يا مروان. بصوا ايه؟ بصوا بنبسط يا جماعه ولا الاصل؟ ها ها نزيد الاصفر. لا العشره هعمل طلع تاني. بص لما تلاقي رقم عندك ركز بقى معايا عشان ده سؤال ذكي. لما تلاقي رقمين انت هتحدد المقام ومش عارف 8 9 تختار ايه؟ تروح مكبر الرقم تاني، يعني ايه؟ اضرب فوق وتحت في اثنين. اكبره. اثنين بس؟ اثنين، بس حاجه صغيره عشان تبين لي. عايز اضرب في ثلاثه مش مشكله، بس اضرب في اثنين. تعال نضرب هنا في اثنين فوق وتحت، وهنا في اثنين فوق وتحت ونشوف. لو كبر هيوضح لي اكتر ولا لا؟ معايا خد. لما اضرب هنا في اثنين وهنا في اثنين، واضرب هنا في اثنين وهنا في اثنين. عشان يبقى المقام واحد. لما اضرب هنا دي 2 ضرب 12 كام؟ 14. 2 ضرب 8 16. 2 ضرب 12 2 ضرب 9 16. ايه الرقم اللي موجود ما بينهم؟ 16. خلاص؟ يبقى هنا يا شباب انا عرفت اجيب. كان واحد من اللي هو خالص يعمل 10. استنى نقدر نحول لكسر 10. لو حولت كسر 10 دي جربها في الواجب بقى واحد. لو انت حولت ده كسر 10 كسر 10 جربها في الواجب وحاول تشوف لي اعادة المبدا. جرب خلاص؟ ارجو ان تكونوا فهمتوا يا شباب، ونتقابل ان شاء الله الحصه اللي جايه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.